بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد أن أكون معكم في هذا الدرس للصف الثاني ثانوي في مادة الكيمياء المستوى الرابع، الفصل الدراسي الثاني بعنوان درس اليوم إن شاء الله ضغط الغاز. هذا الدرس من إعداد أخونا الأستاذ خالد المحيمدي وتقديم الأستاذ سعود الأنزي. لدينا مجموعة من الأهداف في درسنا اليوم. الهدف الأول أن يكون أخي الطالب والطالبة قادرة على تعريف مفهوم ضغط الغاز. في البداية أن يتعرف على مفهوم ضغط الغاز. الهدف الثاني توضيح كيفية يتم قياس الضغط الجوي. الهدف الثالث أن يعرف معنى أو أن يتعرف على معنى الضغط الجوي. هذه الثلاث أهداف المهمة في درسنا اليوم. نبدأ بدرسنا اليوم إن شاء الله بهذه الصورة. الصورة الأولى، لو نظرنا إلى الصورة الأولى والصورة الثانية، أي من الحذاء يصدر صوتا أعلى على سطح الخشب ولماذا؟ في البداية لو دققنا النظر في هذه الصورة الأولى نجد أن سطح سطح الخشب يعني سطح صلب، فبالتالي نجد أن الصورة الأولى حيصدر صوتا أعلى من الصورة الأولى، والسبب في ذلك أن القوة الواقعة على كعب هذا الحذاء تكون أعلى من القوة الواقعة على هذا الحذاء، لأن هذا الحذاء مسطح فتتوزع القوة فيه، أما هنا تكون القوة متمركزة في الكعب والمنطقة الأمامية ولكن تكون في الكعب، فبالتالي يصدر هذا الكعب صوتا عالي. فهذه نقطة مهمة لنا لاجل نناقش مساحة قاعدة الحذاء. نجد أن الحذاء المسطح ميزته أنه يكون أكبر مساحة، فبالتالي يكون الصوت يكون أقل. أما بالنسبة للصوت الأعلى بيكون في الصورة الأولى للكعب والحذاء النسائي اللي بالشكل واحد. في عندنا الصورة الثانية حنناقش نفس الفكرة ولكن حنناقشها على سطح لين. لو افترضت على موكيت ولا على في الرمل، أي من الحذائين أعلى ضغطا على سطح الأرض ولماذا؟ لو دققنا أختي منار تقول السطح الثاني بيكون أي من الحذائين أعلى ضغط. لو دققنا النظر نجد أن المساحة تعرفنا على مساحة السطح في الصورة الأولى أكبر مساحة السطح، هنا أكبر مساحة السطح اللي يلامس السطح بيكون أعلى من مساحة السطح في الصورة الثانية، وهذا لها تأثيرات. فبالتالي نجد أن من يلبس الكعب العالي تغوص قدمه في السطوح اللينة أكثر من ينتقل نعل أو حذاء مسطح. وعرفنا السبب، لأن ضغط الحذاء مسطح النعل على السطوح اللينة نجد أنه يكون أقل، فبالتالي نجد أن الصورة الثانية هي الإجابة الصحيحة، لأن الحذاء هيكون له أعلى ضغط على سطح الأرض، فبالتالي نجد أن الصورة الثانية مثل ما تفضلت أختي منار أن الإجابة الثانية هي الإجابة الصحيحة، وعرفنا فيها بسبب أن ضغط الحذاء مسطح النعل على السطوح اللينة أقل من ذي الكعب العالي، وهذه نقطة مهمة جدا. ننتقل بعد ذلك إلى شريحتنا الأخرى. هننتقل لشريحتنا الأخرى إلى حاجة بسيطة ومهمة جدا اللي هو تعريف الضغط. نبغى الآن نعرف الضغط. ما هو الضغط؟ الضغط مثل ما مر علينا هو عبارة عن قوة الواقع على وحدة المساحة. القوة الواقع على وحدة المساحة، ويكتب له بالعلاقة الرياضية التالية. حياك الله أختي هبة. لها العلاقة الرياضية التالية، هنكتبها لكم. العلاقة الرياضية نقول الضغط يساوي القوة مقسومة على المساحة. هذه نقطة مهمة جدا. الآن هذا هو تعريف ما يطلق عليه الضغط، يعني هو عبارة عن القوة الواقعة على وحدة المساحة. الآن نبغى نربط بين ما هو نوع العلاقة بين الضغط والمساحة.
ما هو العلاقة أو ما هي العلاقة بين الضغط والمساحة؟ نوع العلاقة نجد أنها دائما إذا كانت العلاقة بالشكل التالي، أو بتكون هنا علاقة ميزتها تكون علاقة اللي في الشات، إذا في عندكم إجابة قبل ما نجاوبكم، هي علاقة عبارة عن علاقة ميزتها علاقة عكسية، علاقة عكسية، حيث إذا زادت المساحة قل الضغط، وإذا قلت المساحة زاد الضغط. علاقة مثل مواضح نقول علاقة ميزتها علاقة عكسية، بحيث إذا زادت المساحة، زادت المساحة يعني زاد المقدار في المقام هنا، زاد المقدار في المساحة، نجد أن قيمة الضغط ماذا يحدث له؟ يقل. طيب إذا صغرت المساحة هنجد أن الضغط ماذا يحدث له؟ يزداد. فهذه هي العلاقة العكسية الموجودة في الضغط أو لحساب الضغط، وهو عبارة عن القوة الواقعة على وحدة المساحة. إذا في سؤال قبل ما ننتقل إلى نقطة أخرى على هذه الشريحة. واضح إن شاء الله، حلو جدا. ننتقل بعد ذلك إلى ما يسمونه ضغط الغاز داخل الأوعية أو داخل البالون. مثل ما لاحظنا الآن عندنا هذه الصورة تمثل لنا بالون. من الشكل المقابل لاحظ أن جسيمات الغاز تبذل ضغط عندما تصطدم بجدار هذا الوعاء، فبالتالي ينتج عن هذا التصادم، يحدث تصادم بين الجسيمات ويحدث ضغط على هذا الجدار، يحدث ضغط على هذا الجدار. بما أن الجسيمات، جسيمات الغاز ميزتها صغيرة، فبالتالي أنها يكون الضغط المبذول يكون صغير جدا. هو فيعتمد على نقطة مهمة جدا، أن الضغط الذي يبذله الجسيم الغاز صغير، لأن كتلة الجسيم الغاز صغيرة. ونجد أن مقدار الضغط كبير لأن عدد الجسيمات المحصورة في هذا الوعاء أو في هذا البالون عالي، فبالتالي يكون الضغط الغاز أكبر. ننتقل بعد ذلك إلى تعريف مهم جدا إلى ضغط الهواء. ضغط الهواء، ندخل على ما يسمى ضغط الهواء. لا أعتقد تكلمنا عن ضغط الغاز، والآن حننتقل إلى ما يسمى ضغط الهواء أو ما يعرف بالضغط الجوي. الضغط الجوي أو ما يسمى ضغط الهواء. الضغط الجوي مثل ما واضح لنا في هذه الصورة، لاحظون يعني يقول الضغط الجوي عندما يغوص المرء في الماء يشعر بضغط في جسمه وبخاصة أذنيه، ويزداد هذا الضغط مع ازدياد عمق الغاص الغوص. كل ما ننزل إلى أسفل في الغوص نجد أن يزداد الضغط، وهذا معناها أن له تأثير بسيط جدا يعني في تعريفات الضغط الهواء أو الضغط الجوي، وهذه نقاط مهمة جدا حنناقشها على سعة من وقتنا اليوم. حنأخذ نقطة ثانية مهمة جدا لتعريف الضغط الهواء. نحن في الهواء يحيط بنا معرضون لضغط هائل الذي يعادل حوالي 1.33 من 1000 كيلو جرام على السنتي مربع، أي أن ضغط الهواء على جسم الإنسان الحجم العادي يقارب تقريبا 12000 كيلو جرام. فهذا مهم جدا، هذا الكلام إذا كان على سطح الأرض، على سطح مستوى أو مستوى سطح البحر، يعني أنه يكون هذا الضغط اللي يتعرض له جسم الإنسان بمقدار 12000 كيلو جرام، وهو تم تقسيمه إن كل 1 سنتيمتر مربع يمثل 1.33 من 1000 اللي هو تأثيره في الضغط على السنتيمتر المربع الواحد. فبما أنه يكون مصدر هذا الضغط عبارة عن حركة الجسيمات الهواء، وهذا الهواء يكون ضمن طبقات الغلاف الجوي المحيطة بالأرض، ونجد أن اتجاهاته في جميع الاتجاهات، وهذا الكلام يكون لدينا على سطح البحر، ويعادل تقريبا تم حسابه عمود الهواء اللي تم حسابه تقريبا 760 ملي زئبق، وهذه نقطة مهمة جدا، وهذه نقاط مهمة لابد أن نناقشها، لأن مقدار العمود الهواء أو طوله 760 إذا كان على مستوى سطح البحر. وهناك عوامل مؤثرة في هذا الضغط، والعوامل هذه عندنا عاملين، العامل الأول درجة الحرارة، وكذلك عندنا رطوبة الجو. رطوبة الجو هذه العوامل تؤثر على هذا الضغط، وكذلك لدينا عوامل أخرى ولكن بعد قليل حنناقشها. يتكلمنا عن ارتفاع الزئبق، يوجد عندنا عاملين إذا تم مناقشتنا في درسنا اليوم. نجي ننتقل بعد ذلك إلى الاختلاف ضغط الهواء على سطح الأرض. من المواضح لدينا في الصورة
ضغط الهواء نجد هناك أقل، هنا يزداد حتى نصل إلى سطح نجد هنا العلاقة ماذا تمثل؟ هل هي علاقة طردية أم علاقة عكسية بين الضغط وسطح الأرض؟ نجد هنا العلاقة كلمة زاد تم الارتفاع عكسية، أحسن كلمة ارتفعنا عن سطح الأرض يقل نسبة الضغط، والأسباب في ذلك لأن الجاذبية الأرضية مؤثرة، والسبب في ذلك أن الجاذبية الأرضية تؤثر على قيمة الضغط، وكذلك القوة المعارضة للجاذبية واتجاهها الأعلى، وتكون بفعل الهواء الضاغط على السطح، فبالتالي يقل الضغط، يعني عندنا عاملين يؤثرون على مقدار الضغط الهواء، وعرفنا أن العلاقة بينهم علاقة عكسية، كلما ارتفعنا عن سطح يقل ضغط الهواء على أجسامنا. في هذه الحالة احنا نستخدم في أو وحدة قياس الضغط الجوي هنا تسمى وحدة قياس البارومتر، وهذا البارومتر تم اكتشافه عن طريق العالم تورشلي، وهذه نقطة مهمة جدا، وعرفنا أن مقياس الارتفاع العمود الهواء اللي موجود أو عمود الزئبق يمثل تقريبا 760 ملي زئبق، ولكن هذا شرط أساسي عند سطح الأرض، عند سطح الأرض، وهذه نقطة مهمة جدا. لدينا الشريحة الأخرى عبارة عن تدريب بسيط نحتاج مشاركة منكم. ضغط الهواء في الأماكن المرتفعة فراغ من ضغط الهواء عن سطح الأرض، عرفنا في الأماكن المرتفعة ماذا يحدث؟ أختي منار تقول ألف أقل، فبالتالي الإجابة الصحيحة ألف، نجد أن لأن العلاقة تعتبر علاقة عكسية، أن كلما زاد ضغط الهواء في الأماكن المرتفعة يحدث أن يقل من ضغط الهواء عن سطح البحر. لو جينا نتكلم عن تركيز جسيمات الهواء في الأماكن القريبة من سطح البحر، تركيز هل تعتبر قليلة أم كبيرة أم مساوية؟ هذه نقطة مهمة جدا، فبالتالي يعني أن التركيز نجد أختي تكون كبير، والسبب أن عرفنا أن الجسيمات تكون متقاربة وينقص الضغط الهواء كلما ارتفعنا أعلى، وكما أن الارتفاع إلى أعلى وش اللي يحدث؟ ينقص تركيز، يعني في المناطق العلوية أو المناطق المرتفعة التركيز الهواء أو الهواء يكون أقل، أما عند البحر بيكون أكبر، فبالتالي الإجابة تكون صحيحة، الإجابة باء هي الإجابة الصحيحة، أن تركيز جسيمات الهواء في الأماكن القريبة من سطح الأرض تكون كبيرة، أما إذا كانت المرتفعات تكون قليلة فيؤدي ذلك إلى أن الضغط يكون منخفض، يكون الضغط منخفض في المرتفعات، أما في الضغط على سطح البحر يكون عالي جدا، وهذه نقطة مهمة جدا، فنجد أن جسيمات الهواء كثيرة قرب سطح الأرض، وكلما ارتفعنا الأعلى تقل، والسبب في ذلك يؤدي إلى سبب أساسي اللي تكلمنا عنه قبل قليل اللي هو تأثير الجاذبية. تأثير الجاذبية، يعني كل ما كنا قريبين من سطح الأرض نجد أن الجاذبية الأرضية أعلى، وكل ما ارتفعنا تكون أقل، يقل تأثيرها بسبب الجاذبية الأرضية. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة جدا، وهو الجهاز التي يستخدم في قياس ما يسمى قياس الضغط. مثل ما واضح هذا الجهاز هو عبارة عن عمود من الزئبق، وهذا المستودع حقه، طول هذا الزئبق 760 ملي زئبق، وهذه التجربة تسمى تجربة تورشيلي، تجربة تورشيلي، وهو عبارة عن أنبوب زجاجي مغلق من أحد الطرفين من الأعلى ومفتوح من الأسفل، وعندنا كمية من الزئبق. الخطوة الأساسية عندنا الآن قوتين، عندنا قوتين مثل ما واضح تكلمنا عنها، في عندنا قوة الجاذبية والقوة المعارضة للجاذبية. ماذا يدعى الجهاز الذي صممه تورشيلي؟ هذا الجهاز يسمى، نبغى مشاركة بس، تسمى جهاز هذا ذكرناه قبل قليل، يسمى جهاز البارومتر، ويحدد الارتفاع هذه العمود، يحدد قوتين مثل ما ذكرنا قبل قليل، القوة الأولى اللي هو يسمى قوة الجاذبية الأرضية المؤثرة في الزئبق بقوة ثابتة للأسفل، لهذه القوة الأولى، وهناك قوة أخرى اللي هي للداخل إلى الأعلى، وهي تسمى قوة المعارضة للجاذبية واتجاهها إلى أعلى، وتكون بفعل الهواء الضاغط على سطح الزئبق إلى أسفل، فهذه نقطة مهمة جدا، هذه قوتين مهمات تؤثر على جهاز
البارومتر، وهي التي تعطينا قراءات دقيقة. هذا بالنسبة للمكان المكشوف، يستخدم جهاز البارومتر للضغط المكشوف أو ما يسمى الضغط الجوي بشكل عام. هننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة جدا، اللي هو الغاز المحصور. الغاز المحصور مثل ما واضح، ما المقصود بالغاز المحصور؟ الغاز المحصور اللي هو تكلمنا فيه قبل قليل، اللي هو تكلم عن أن هذا الغاز يكون في وعاء أوعية محصورة. نقطة مهمة جدا، مثل ما هو موجود عندنا في هذه الصورة، هذا الوعاء مغلق وهذا البالون مغلق، يعني المنطقة هذه، يعني هذا لا يتصل مع الغلاف الخارجي أو المنطقة المحيطة معه، فبالتالي هنا هذا الضغط يعتبر محصور، وهذا الغاز اللي موجود هنا في الوعاء يعتبر محصور. فهذا المقصود الآن في الوعاء المحصور اللي نبحث عن قياسه، ونستخدم فيه أجهزة بسيطة لقياس هذه الغازات المحصورة. وهذه نقطة مهمة جدا في درسنا اليوم، لأنه يعتبر الرديف في درسنا اليوم، لأن نبغى نحدد ضغط الغاز المحصور في هذا البالون أو هذا الوعاء. لقياس هذه استخدمنا هذه التجربة وهذا الجهاز الذي يطلق عليه المانومتر، جهاز يسمى المانومتر، وهذا الجهاز نتذكر اسمه دائما. عندنا جهازين، الجهاز الأول مر علينا البارومتر، والجهاز الثاني يسمى المانومتر. المانومتر يستخدم لقياس ضغط الغاز المحصور، غاز ايش؟ المحصور. مثل ما احنا شايفين هذا الجهاز، هذا الغاز المحصور، هذا كمية الزئبق الموجودة، ولكن ميزة الطرف هنا مغلق، نجد ان هنا الزئبق وميزته متساوي، ولكن عند فتح الطرف يعني يخرج الغاز، حتلاحظ حيتغير في مستوى الغاز، حيتغير مستوى الغاز، حينطلق من المنطقة المحصورة إلى الزئبق، حيضغط على الزئبق، حيتغير عندنا المستويين، فيطلع عندنا مستويين مختلفين، فينطلق عندنا مستويين مختلفين مثل واضح في الصورة. ننتقل بعد ذلك لنقطة أهم، اللي هو وحدات قياس الضغط. وحدات قياس الضغط هي باسكال، وقت اشتقت وحدة قياس القوة من قوة نيوتن، معناها واحد باسكال يساوي واحد نيوتن لكل متر، هذه وحدة قياسه. وله أكثر من وحدة، منهم بوصة مربعة، في التور، في البار، هذه وحدات تقليدية لقياس الضغط، وهذه الوحدات قليل ممكن نحصلها استخدام، ولكن أكثر ما يستخدمون الباسكال، ولكن ممكن تمر علينا في الكيمياء اللي هو التور والبار، تمر علينا في لها طريقة بسيطة لتحويلها إلى الكيلو باسكال، والكيلو باسكال هو أكثر الوحدات، وهو يمثل واحد ألف باسكال. بعد ذلك هننتقل إلى طريقة التحويل بينهما. لو لاحظنا الواحد أتوم يساوي 760 تور، بنفس الوقت يساوي 76 سنتي زئبق، بنفس الوقت يساوي 760 ملي زئبق، فآخر شيء يساوي 101.3 كيلو باسكال. نقطة مهمة جدا في عملية التحويل، هذه طريقة التحويل بين وحدات الضغط القياسية. وهذا الجدول يمثل لنا المعاملات، ان كيلو باسكال مقداره بالاتوم، مقدار العدد مساوي بالكيلو باسكال، مثل ما واضح لدينا هذه الوحدات، ممكن ترجعوا لها في الكتاب لعملية التحويل، ولكن اكثر ما يستخدم وحدات الواحد اتوم ولا بالملي ملي زئبق، وممكن عن طريق التحويل على كيلو باسكال حسب السؤال المطلوب لديكم في الدرس. بعد ذلك عندنا بعض التدريبات، بدينا تدريب بسيط جدا. التدريب نبغى مشاركة بسيطة، جهاز يستخدم لقياس الضغط الجوي، لاحظ الجهاز المطلوب لقياس الجهد الضغط الجوي. أختي هبة تقول البارومتر المانومتر باسكال، نجد أن البارومتر أحسنته، فهو اللي يعتبر جهاز لقياس الضغط الجوي. طيب لو جينا نتكلم عن جهاز يستخدم لقياس الضغط المحصور، الجهاز اللي مر علينا قبل قليل، الغاز اللي يكون فيه عنده حرف اليو، يعني زي انبوب على شكل حرف اليو، مملوء بالزئبق، متصل بصمام بدورق به غاز، تذكرونه، وهو الغاز او الجهاز يسمى المانومتر. هاي نقطة مهمة جدا،
هاي نقطة بسيطة ومهمة، يعني هذه التسميات بالإضافة إلى التحويلات اللي مرت علينا. نجي لآخر شيء في شريحتنا اليوم، عرفنا الضغط، تعرفنا على أن الضغط لأنه هو القوة الواقعة على وحدة المساحة. لو سألناك ما نوع العلاقة بين الضغط والمساحة، نوع العلاقة بين الضغط والمساحة، تعرفنا أنها تكون هناك علاقة، ميزتها علاقة عكسية، بمعنى كل ما زادت المساحة، كل ما زادت المساحة قل الضغط، وإذا قلت المساحة زاد الضغط. هذه نقطة مهمة جدا. نجي للنقطة الثانية وهي مهمة جدا، يختلف ضغط الهواء على سطح الأرض، ما هو السبب؟ ما هو سبب الاختلاف الموجود يعني سطح الأرض كلمة شاملة، والسبب في ذلك نرجع إلى نقطة مهمة جدا، مثل ما تكلمنا قبل قليل ضغط الهواء مفتوح ولكن يتأثر بالجاذبية الأرضية، يتأثر بالجاذبية الأرضية، فإذا كنا قرب سطح الأرض فتكون تأثير الجاذبية كبير وتقل كلما ارتفعنا إلى أعلى، وتقل كلما ارتفعنا إلى أعلى، بمعنى أن في المناطق المرتفعة نجد أن الضغط أقل من المناطق القريبة من سطح البحر، وهذه نقطة مهمة جدا. يتم قياس الضغط باستخدام جهاز مثل جهاز البارومتر، يعني جهاز البارومتر تعرفنا عليه أنه يقيس الضغط الجوي، الضغط الجوي. طيب لو سألناكم سؤال بسيط، ما طول عمود البارومتر بالزئبق، يعني بالملي زئبق، تذكرونه؟ يعني لو قلنا ارتفاع الزئبق في البارومتر عند مستوى سطح البحر ماذا يمثل؟ نجد أنه يمثل 760 ملي زئبق. ينقص ارتفاع الزئبق في البارومتر إذا ارتفعنا أعلى مستوى سطح البحر، ويزداد ارتفاع الزئبق في البارومتر إذا انخفض أسفل مستوى سطح البحر، وهذه نقطة مهمة جدا. وعرفنا أن هناك عوامل مؤثرة اللي هي الجاذبية الأرضية نحو الأسفل والمعارضة للجاذبية نحو الأعلى، وهذه نقطة بسيطة عشان نختم فيها درسنا اليوم. إذا في سؤال قبل ما نوصل إلى نهاية درسنا اليوم، وعرفنا أن حلو جدا. إذا في سؤال أختي هبة، أختي منار، قبل ما نقفل درسنا اليوم. هذا بالنسبة لدرسنا اليوم، تكلمنا فيه عن ضغط الغاز. ضغط الغاز في نقاط مهمة تعرفنا فيها كتعريف في البداية، القوة الواقعة على وحدة المساحة، عرفنا أن الجاذبية لها تأثير، كلما ارتفعنا إلى أعلى يقل الضغط، وكل ما وصلنا لسطح البحر يزداد بسبب أن تركيز الجزيئات يزداد، تعرفنا عليها. عرفنا الأجهزة، عندنا البارومتر للضغط الجوي والمانومتر للغاز المحصور، عرفنا الوحدات الخاصة في الضغط، عرفنا الكيلو باسكال والباسكال والأتم، وكذلك التور والبار. إلى هذه اللحظات نستودعكم الله، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس آخر، وبالتوفيق لكم.